إذا بدأت تسوي لنا عندما مثلا ما زلنا صفي سوى نغاري سلن ست ما زيغ ثادي تزورا صوض النغال لني تدرمينا نشاشا القويزون تي بازا أسحب سنة ثلاثة قمدانني لندي شابوها سوسكر نتمس وذين ديلا نادي سنة تلوفا يوث ذي ثغيوان تنمصر أسحب سنة يوان بومدان مالتي سنة ثادي ثغيوان تنسيدي عمر أسحب سنة سين قمدانن بعد موجة الحرائق التي شهدتها المنطقة الغابية لولاية تيبازا باشرت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا تحرياتها المكثفة على وجه السرعة للتوصل إلى الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذه الحرائق. تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال من إلقاء القبض على 3 أشخاص المتورطين في هذه الكارثة البيئية والتي أدت إلى خسائر مادية كبيرة وفي ظرف وجيز. وبعد العمل المركز في المنطقة المتضررة الذي استمر ليلا ونهار توصلت وحدات الكتيبة إلى توقيف الأشخاص محل شبهة تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمي. أكن سحب سن يغلن لمن أبو إسماعيل كويزدون تي بازات ونكت فر القانون وسحب سن ثلاثة جمدان إيلان ذفير ويا وذوي ذدية تهجيد ونجين نسر والجمدان فر القانون ورندال لنسويس سدويا لقديش سن عدل عباس يوزن عداشتا. عن طريق كمين محكم تم إحباط المحاولة ليلة 9 إلى 10 من الشهر الجاري على الساعة 1 صباحا بإحدى المناطق الغابية القريبة من البحر بإيقاف شاحنة نفعية على متنها 3 أشخاص محملة بمعدات وتجهيزات تستعمل في عملية الهجرة السرية عبر البحر. استمرارا للتحريات الميدانية لقوات الشرطة تم تحديد هوية باقي الأشخاص المرشحين للهجرة في نفس اليوم وتم حجز المعدات والتجهيزات المهيئة للشروع في عملية الهجرة السرية. سلمي دي صوب الوقت نتمنى وان الناس ذوق السنة قد غلنا لما القويزون جي جلاهي لان يفدي غفو طبق القرارات دي لان يقود سيزدي دي لان ذوق تصنى تزنقتين دي فردان. أيمن عبد الرحيم يوزن عدشتا. كيفت مصالح أمن ولاية جيجل مخططها الأمني تماشيا وهذا التغيير من أجل الوقوف والسهر على التجسيد الفعلي والصارم لإجراءات الحجر الصحي. إذن المخطط الأمني لمصالح أمن ولاية جيجل تم على إثره تعزيز التشكيلات الميدانية تعزيز نقاط المراقبة مع تكثيف كذلك العمل التوعوي التحسيسي الموجه لفائدة مختلف شرائح المجتمع. دون سعيد ذا غاني فد الولي غفاهي لديلا نمجال لهلاشن كورونا يقود توفغان وله ذو سيقم ذنن أكنز تفن ديس محمد عمراني يوزن عدنشطة. هذه الإجراءات هذه تدخل في الإجراءات الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا. الإجراء أو القرار كان اتخذ في اللجنة الأمنية الموسعة من أجل التحسيس، من أجل التعقيم، من أجل التطهير، باش يعني نحافظوا على الساكنة ولاية سعيدة ونحافظوا على صحة المواطن على مستوى الولاية. إيصال رسالة اللي هي التوعية والتحسيس وكذلك تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من كوفيد 19. هذه رسالة نوصلها إلى سكان ولاية سعيدة لأخذ الحيطة والحذر، وهذا للحد من انتشار فيروس كورونا الكوفيد 19 المستجد. العملية متواصلة طيلة هذه الفترة للقضاء على الفيروس. كمؤسسة عمومية شاركنا اليوم ب 2 كاميون سيترن دي 10 لتر فيهم مواد تعقيم فيهم الكلور، وشاركنا ب10 أعوان للتوعية والتحسيس إن شاء الله. رانا مشاركين في هذه القافلة لتعقيم ولاية سعيدة والمناطق الحساسة وهذاك القضاء على بؤرة الكورونا في الولاية. أنسالي سيوزون في قاية ثندلان فالنحلي ماث سخصي ثشمعة في السنة السلمية لسكسن دي العمريس وثيلي زرين النهار ترزاغر وخميسي لاندي 18 ذراع القايد ثغالة داستي ورقتاقي دهجارة في حصائج.
ماشي من ولا سقا مغرن يقزين القرن ذا الزيادة ذاك العمر نسان أكنا ذي الحون وذاك النظار سهلة أم ذياد أم ذيان ناحلي ما يفي الزين ميوسيني سيق وسن ومازال يتسذي تزمر في ناس نام بلا ما تسعول ذكرى وطاني يقذمن وثنا نشتاذ يغال إي تقول لك قومان يتناولين زيك نزمان تقلاد العالي التبشريين نشاتي مزين نشا غير ذان نشا والله نشا باللوط والله شرا ورطل يدنغ نشا الزيت 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 العالي الزيت الزمورت سي مزين يردن الدهان يغين ايشفين الماكلة هناك تفنزقنغ ابشروا لاش لهلاك انا نفوت نشغل خام الباطنة نهضرا ولا علينا نتما ناس سفارو في اللوط الزضن خدمة ذورين اسوين ضغروم ارنوف اللاس الكلفة مقرن ثم الطوث ذيك الامور يدشو دنا خام انشتا ماشي دينيك سنقسن ذي لفغينا ثم الطوث سي الجيل النحلي ما تنا ابقوق يو كنت تقات ولا ما دنكينا والله ارتق بلوط خدمات ذغرهم خدمات دسكتون خدمات والله الا المال الا تيفو ناسين تيغطون سي بحيير الخيرين لا تغطى الخير بكري بشري انت سو الزعتر انت سو النعناع انت سو تمرضوة بالديرين كنت سبع سنين اي غان قايت بوجيت رحلنا نغدوق نحرقني خامن حرقن العباد حرقن تغان العباد اكثر بالخير نوان يطول العمر نوان يبعد في اللون يحدو النون أمولي مقياز استغزيل العمار إن أحلمة إكس كلسان إسميس ذي الجريدان وذي قدان ذيق العمار ذي الدنيث ويقدران القرن ذي زيادة صحيتو صحيتو فقيران إسان نسمى زيغ تنوير تنون